يقول السائل: إني طلبت من زوجتي أن تغطي وجهها فأبت، فمنعتها من الخروج ولو لصلة أقاربها، فهل أأثم بهذا الفعل مع العلم أن البلد الذي أعيش فيه تغطية النساء وجوههن تكاد تكون منعدمة؟ وبارك الله فيكم. نعم، هذا معروف، هذا أمر بالمعروف وإنكار للمنكر، وأولى ذلك زوجتك أن تقوم عليها وأن تأمرها بالمعروف، تنهى عن المنكر، تأمرها بتغطية وجهها عند الخروج، فأنت أمرتها بطاعة، أنت أمرتها بطاعة، فإذا عصت فلك أن تؤدبها، لك أن تؤدبها على امتناعها، ومن ذلك منعها من الخروج لأقاربها، هذا من باب التأديب حتى تلتزم وتتوب إلى الله عز وجل، فهذا حق مشروع وتأديب مشروع، ونسأل الله أن يهديها. والحجاب واجب ولو كان البلد على خلافه، الواجب اتباع أمر الشارع وما أمر به الشرع ولو خالفه